كذي يعني بدل ما اروح انتقل للامور الثانيه، اتهمت انك يعني دكتور واثناء انك عينت من اقربائك ويبت من اقربائك ومن قبيلتك وانك وزير قبلي وتعير، وهجمت على اذكر على هالنقطه هذه، ايش كان ردك؟ انت لو تشوف خلال 8 اشهر اللي انا قاعد وتحديت قلت انت اذا في خلال 8 اشهر ما لقوا شيء علي، فقاعد يدورون باي شيء يدورونه. فلما لقوا والله فلان الرشيدي مثلا تعين، فلان الرشيدي تعين، قال لي الدكتور عين اقاربه. اقاربه اول شيء مواطنين وانا اعتز فيهم واعتز نعم في طبعا اني كويتي وافتخر اني كويتي نعم وافتخر اني رشيدي. لكن ما عينتهم بالغلط. يعني ما شلت واحد ازحته وجبت هذا حطيته مكانه. لا يمكن اني اسوي كذي. اول شيء ناس كفاءات وناس ينطبق عليهم القانون وناس وحتى يعني مدراهم هم اللي يزكونهم، يقول والله دكتور ترى فلان نبي، اقول خلاص بعد ايش حق تحاجوني حطوه، ليش انا لازم اتدخل؟ اذا انتم تحسون ان هذا فلان يحتاج وكفو حطوه، هذا اللي ابيه انا بغض النظر عن اسمه. لا توصيه ما جت منك دكتور من مسؤولينهم؟ لا يمكن، كل حتى عشان كذي ملايم حتى بسئلتهم لما كانوا يوجهونها وجاوبتهم ورديت عليهم وخلاص سكتوا، لان ما في شيء ما عندهم شيء. هذا صار احد النواب انه كان رئيس قسم وصار وكيل مساعد او شغله؟ لا احد، ما في هالحديث اللي صار. رئيس قسم وكيل مساعد؟ لا لا لا، وكيل المساعد هذا شيء حق الوزير. يعني قانونيا الوزير هو اللي يعين الوكلاء المساعدين. لو تجيب اي واحد حتى لو موظف عادي تبي تحطه وكيل مساعد تنطبق عليه الشروط اللي انت تحس فيها وتحس ان هذا مثلا يحتاج، ما في اي شيء ضدك. تقدر تحط اي حد تبي. بس يقول كان قريب جدا من من منك ولد عمك وعينته. لا لا لا، اصلا اللي ولد عمي ما كان بالوزاره، انا جاي من برا الوزاره. ليش؟ ما هذا قاعد اقول لك ليش؟ انا قعدت 4 اشهر في الوزاره وعندي 3 اماكن الوكلاء المساعدين شاغره، ولازم اعين لازم احط، وانا ابي ناس تنتج ونبي دماء جديده. اذا مثلا واحد قاعد مدير اداره في مكان معين صار فتره طويله ما في انتاج او ما في اي تغير صار، او حتى الموظفين اللي تحته يشتكون منه يجونك يشتكون منه، شنو انت يعني كوزير؟ يعني اشار انك جبت من اهلك وحطيته، كان المفروض تلقى من داخل الوزاره. اي ما خالف، هو بالنهايه ان هذا اللي انا اخترته هي قانونيتها انك انت كوزير اللي تختار احد تثق فيه، تختار احد تدري انه ما راح يسوي شيء غلط، تختار احد عنده الذمه انه يمشي صح، وتدري عنده القدره وكفاءه انه يمشي صح في هالمكان. فلما تتعرضه على مجلس الخدمه يقول لك والله وافي الشروط، وتعرضه على مجلس الوزراء ويوافقون عليه،